بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وحضراتكم طيبين. مشاهدينا مشاهدي قناة الصحة والجمال، معاكم هنا عبد الفتاح في اليوم المفتوح النهاردة. ربنا يعيد علينا جميعا الأيام بالخير والصحة والعافية. ربنا يعيد علينا وعلى شعبنا الحبيب شعب مصر العظيم وعلى الأمة العربية والإسلامية. كل عيد وكل يوم إن شاء الله يكون عيد وكل سعادة وكل فرحة وكل حب. يعني ربنا يسعدكم جميعا. عيد سعيد. احنا مرينا بأوقات كتير صعبة وأوقات كتير كانت عصيبة بسبب أزمة كورونا، ولكن إن شاء الله فرج ربنا قريب. النهاردة طبعا أول أيام عيد الأضحى، وعيد الأضحى سمي بعيد الأضحى يعني بالنسبة إلى قصة سيدنا إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام، حينما استجاب إبراهيم عليه السلام لأمر الله سبحانه وتعالى ولم يتردد في ذبح ابنه طاعة لله سبحانه وتعالى، وافتدى الله سبحانه وتعالى إسماعيل بذبح عظيم. طبعا ربنا أمرنا بذبح الأضحية سواء كانت خروف أو بقرة أو ماعز، تقربا لله سبحانه وتعالى وتوسعة على الفقراء والمساكين. ربنا بيقول في كتابه الحكيم: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالعبرة والهدف من ذبح الأضحية هو التوسع على الفقراء والمساكين. كان في مقولة برضو بحب أقولها كل مرة، يعني مش لازم إن كل مرة أنا ربنا مديني فلوس فاروح أحج كل سنة. هو ربنا ما فرضش الحج إلا مرة واحدة. لأ، أنا معايا فلوس أروح أطوف على الفقراء والمساكين، أكيد أنا هجد ربنا هناك، وأكيد هو ده بالظبط الحسنات اللي ربنا هيجازيني عليه خير الجزاء إن شاء الله. النهاردة هنتكلم عن سنن العيد وأدابه مع فضيلة الشيخ أحمد مدكور من علماء الأزهر الشريف، وطبعا أنا سعيدة جدا بوجوده معايا ومنورنا النهاردة في قناة الصحة والجمال في اليوم المفتوح. وكل سنة وحضرتك طيب فضيلة الشيخ. ربنا يحفظك، وكل سنة وحضرتك طيبة، والفريق الإعداد والاستوديو وكل السادة المشاهدين والعالم الإسلامي في كل إن مكان. شاء الله. وبفكروني بس قبل ما أختم الحلقة عشان أنا بنسى أشكركم كلكم. كل سنة وحضرتك طيب. ربنا يحفظك ويبارك فيك. وعيد سعيد على عليك وعلى أسرتك وعلى جميع المصريين إن شاء الله. حظك. أنا عايزة مبدئيا أعرف كيفية صلاة العيد. نعم. وهسألك بقى الأسئلة عن الصلاة، بس لما نقول كيفية صلاة العيد الأول. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، صلي يا رب وسلم على هذا النبي الأمي الخاتم الأعظم الكريم، وعلى كل من سلك نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين، واحشرنا يا ربنا في زمرته وتحت لوائه، وكل من قال معنا في هذه الفقرة المفتوحة وفي هذا اليوم الأول من العيد، آمين يا رب العالمين. بداية يعني من هذا البرنامج ببعث رسالة تهنئة إلى كل الشعب المصري وإلى كل العالم الإسلامي، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع البلاء والوباء، وأن يرزقنا العام القادم حج بيت الحرام والوقوف على عرفات. أستاذ هناك، كما حضرتك تفضلت، يعني بعض الناس عايزة تعرف يعني إيه صلاة العيد. صلاة العيد بتبدأ، هي سنة مؤكدة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هي ركعتين تصلى في الساحات أو في الخلاء كما يقال، ودي سنة من سنن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في وقت الظروف اللي احنا فيها لم يعني لا ليس هناك مكان أو مجال نحن نصلي في الخلاء، وده تقديرا لجهود الدولة وحفاظا على الأرواح وعدم انتقال العدوى أو الأمراض. لكن هي تصلى ركعتين بعد شروق الشمس بمقدار تلت ساعة أو نصف ساعة كما يقال البعض، ده أمر. الأمر الثاني أنها تصلى، يكبر الإمام، يصلي الإمام وبعدها يخطب الجمعة، يخطب الخطبة، يصلي فيبدأ بسبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام. بعضهم قال يقرأ الشمس وضحاها في الركعة الأولى، وبعضهم قال يقرأ إذا سورة الليل أو سبح اسم ربك الأعلى، ده اجتهاد فقهاء وقد ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الركعة الثانية بعدما يرفع من السجود يكبر خمس تكبيرات غير تكبيرة الإحرام أو غير تكبيرة الرفع من السجود، وتنتهي وبعدها يخطب خطبة العيد. هذه هي الصلاة. يعني أولا الخطبة تبقى بعد الصلاة مش قبل الصلاة. نعم، خطبة العيد بعد الصلاة. أول ركعة بخلاف خطبة الجمعة سبع تكبيرات، سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام اللي هي تكبير بداية الصلاة. ركعة خمس تكبيرات بخلاف تكبيرة الإحرام، بخلاف تكبيرة الرفع من الرفع السجود. من السجود، تمام. طيب أنا قمت متأخر من النوم على الظهر مثلا وما لحقتش اصلي العيد، هل يجوز لي ان انا اصليها بعد الظهر مثلا؟ لا هذا لا يجوز، هي ما بعد شروق الشمس يعني، هي وقتها بس وقتها. لكن ايام العيد ما ينفعش ان انا اصلي فيها. لا يجوز شرعا.
ده ببعض آراء من الفقهاء يعني. ولكن هناك آراء أخرى تقول لكن إنه يجوز. الرأي الصحيح أنها يعني ما بعد شروق الشمس مقدار تلت ساعة ونصف ساعة حسب المكان وحسب طبيعة المكان نفسه، لا تزيد لكن تنتهي بوقت الظهر. تمام. أو قبل الظهر. أنا صليت العيد أكيد في ناس كتير هتروح تسبح، طب هو نعم. ينفع برضو ان هو يصحى من النوم يروح يسبح على طول، ولا لازم فرض عليه ان هو لازم يروح يصلي صلاة العيد الأول؟ واحنا عارفين ان النهارده نعم. ما كانش فيه صلاة في المساجد، نعم. كل الصلاة كانت في البيوت. نعم. فالحكم هنا يبقى ازاي؟ هنا الحكم حضرتك يعني هذا أمر طيب. الحكم هنا يعني دلوقتي مثلا الذبيحة أو الأضحية أو أيا كان، الذبيحة أو الأضحية أو الإنسان أو النحر كما يقال عند بعض الناس، النحر يجوز بعد صلاة الإمام إذا كان في مصلى، يعني طبعا بنصلي في الخلاء أو بنصلي في الساحات، فإحنا بعد ما الإمام بيفرغ من صلاة العيد بنتوجه للذبح. طيب ما فيش صلاة عيد في الخلاء أو في أماكن المقررة للصلاة، فإحنا علينا كمسلمين إحنا بنصلي في البيت. بقى بعد صلاة العيد يبتدي الذبح، لأن الله قال في سورة الكوثر وكلنا يعني عارفين هذا الأمر، وممكن الناس يعني لم يعرفوا هذا بحكم السنة أو بحكم الفرض، لكن تعودوا عليه بالفطرة إن إحنا بنذبح ما بعد اللي بعد الصلاة. بعد الله الصلاة. سبحانه وتعالى حينما قال إن أعطيناك الكوثر. هل علي يعني مخالفة شرعية ما هنقول أو لحضرتك عقاب لو هو ما نعم صلاش؟ هقول لحضرتك الله سبحانه وتعالى حينما قال إن أعطيناك الكوثر، والكوثر ده هذا نهر في الجنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. الله لم يقل انحر ثم صلي، فقال فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وإحنا زي ما قلت لحضرتك يعني الناس كلها يعرفون أن الذبح يبدأ ما بعد صلاة، سواء طبعا في ظل ظروف كورونا اللي احنا فيها، نسأل الله أن يرفع هذا الوباء، فيبدأ ما بعد صلاته في بيته وأسرته، وبعدين يعني يتوجه إلى الذبح. والذبح ده يبدأ من أول يوم العيد اللي هو يوم النحر إلى رابع يوم العيد، يعني احنا النهارده عصر رابع يوم، عصر رابع يوم العيد قبل شروق الشمس، قبل غروب الشمس. وده احنا برضه عشان نبين للساده يعني المشاهدين يعني ممكن بعد العصر قبل غروب الشمس كده بيبقى ما قبل غروب الشمس، يعني انت معاك الى شوف الشمس مثلا قلنا بتغرب مثلا او المغرب يأذن الساعه 6، انت معاك لحد الساعه 5 تذبح، لكن لو مثلا في الوقت اخكلك او اتاخرت فانت بتوزع ما بعد المغرب عادي، لكن الذبح يكون قبل غروب شمس اليوم الرابع. طيب هناك بعض يعني الناس اللي بتحب تذبح قبل يوم العيد اللي هو يوم عرفة علشان توزع على الفقراء، يسمى صدقة وليست أضحية أو ذبيحة أو نحر، ولكن ياخد ثواب صدقة لكن لازم يذبح تاني يوم العيد لا ياخد ثواب الأضحية بل ياخد ثواب أنها صدقة. أحيانا بيبقى فيه صعوبة أن هو يجمع الناس يوم العيد أو كده فيدهم اللحمة فبيبقى يوم الوقف، ما هو عشان أخذ الناس الثواب برضو هو أخذ الثواب، تعجل وأخذ الثواب، لكن الثواب يبدأ منذ أن ينتهي الإمام أو ينتهي الرجل في صلاته، منذ أن ينتهي من صلاة العيد يبدأ الذبح والتوزيع. لكن أنا بقول رسالة في هذا الأمر، يعني إحنا يعني لا نريد أن نتعجل في هذا الأمر، بمعنى يعني ما ينفعش حضرتك انا بعض الناس كلها بتهجم هجمه سريعه جدا ان هم عايزين يذبحهم اول يوم العيد. طيب وبعد يوم وتاني يوم بتلاقي الامور خفت، لكن طب هنا الجزار ما بياخدش راحته، هنا الجزار مشغول عايز يذبح ذبيحه واثنين وثلاثه واربعه، لكن انا بوصي من هذا البرنامج ان احنا يكون عندنا الطمانينه في اصول وفي ثوابت الذبح وسنن الذبح كما علمها لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بين هذه الاشياء الذبح، انا عايز اقول رساله، لازم يا جماعه ان احنا نتأنى ونقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. انت ذبحت الاضحيه ليه؟ قدوه بالنبي وقدوه بسيدنا ابراهيم وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب انا ذبحتها، مش القصه ان انا جبت الذبيحه والحاج فلان او الاستاذ فلان او المهندس فلان او على شاكلته ذبح والناس توقف بالطوابير بره الباب او العماره، واحنا طبعا العادات اللي هي العادات الجاهله او السيئه ان بعض من الناس حضرتك بيقعد يذبح قبل ما يذبح الذبيحه بتلاقيه بيصور صوره سيلفي او بيلطخ ايده بالدم وعلى ابواب العماره، هذا لا يعني ان كان امر يعني من باب الفرحه، لكن الفرحه هنا ان يغفر الله ذنبك، ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمه يا فاطمه قومي وقفي بجوار ذبيحتك، يعني تعالي وقفي قدام ذبيحتك فان لك باول قطره يغفر الله ذنبك. يعني احنا القصه من يعني الذبح يعني لازم كمان صاحب الذبيحه يقف عليها يقف هو احنا دلوقتي بيعمل هو بيسلمها للجزار وده العادات المتبعه ويبقى قاعد جايب كرسي وجامع الزوجه والاولاد وبيصوروا سيلفي ممكن يبقى قاعد في البيت وتجي له هو يجوز انه يوكل حد يذبح، لكن القصه حضرتك احنا عايزين نطبق سنه النبي، انت عملت حاجه
لازم تطبق سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى ما ينفعش حضرتك انك تقعد تصور الذبيحة، او ان انت حضرتك تقعد مثلا الجزار بيعمل بها بعض المواقع ان هو بيربطها وممكن يوقعها يكسرها، وزي ما بنشوف على السوشيال ميديا اللي بيجري ورا الجاموسة واللي واللي بيصور والحياة فلان وهات يا فلان، كل هذه امور هري ليس بها من الاسلام شيء. اللي يمكن موجودة هنا في مدينة اكتوبر ان في شوادر كتير وموجود فيها اغنام في شوارع سكنية، فالسكان نفسهم متأذين من ما هو بص حضرتك من الريحة ومن حضرتك المنظر. أنا عايز أقول أنت عملت حاجة لله سبحانه وتعالى صح، وضحيت لله سبحانه عشان تاخد الثواب، خد الثواب كامل بقى. الآية اللي حضرتك ذكرتها في الأول قال الله تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. طيب أنا عملت التقوى، أنا بتقرب لربنا سبحانه وتعالى، تقرب صح بقى. أنا عايز أقول بعض الوصايا كده سريعا، يعني أرجو حضرتك تسمحي لي عشان الناس اللي هي يعني أخطأت في الذبح أو لسه ما ذبحتش تصحح الموضوع ده. أول شيء أنا بوصي كل واحد بيسمعنا من السادة المشاهدين، بقول له يعني أنت اشتريت ذبيحة مثلا بمبلغ 5000 ولا ب10 أيا كان، سواء خروف أو ماعز أو بقرة أو جاموس أو جمل أو إبل كما يقال، أنت جبت الذبيحة عشان تذبح، أنا بوصيك زود 100 جنيه أو 200 جنيه، هتعمل إيه حضرتك؟ هيروح يشتري مثلا جلابية بيضة أو قماشة بيضة، أو لو زوجتك عندها مثلا ملاية بيضة أو شيء في البيت، الجزار مثلا هيستر هذه المنطقة، لأنه طبعا جه عندي دبح وجه عند حضرتك وراء عندي ناس كتير، فالقصة هنا طبعا هدومه ملطخة بالدم فهو مشغول، هو الجزار هدفه يعني إلا ما رحم ربي طبعا احتراما لإخوانا الجزارين، الجزار هدفه أنه عايز يجمع فلوس ويجمع حاجات كتير. فالنقطة الأولى أنت كصاحب أضحية دورك إيه عشان تاخد الثواب كامل؟ دور حضرتك ان انت تجيب الجلابية دي والجزار يحطها على لبسه فوق، يعني ده كسترة مثلا في سبيل ان لما يدخل على الذبيحة الذبيحة ما تخافش من منظر الدم. ليه بقى؟ احنا حضرتك انا دلوقتي بذبح، طب ما انا دي روح اي نعم لا تتكلم لكن جواها روح، فانت حضرتك لما ممكن الذبيحة تشوفك انت داخل عليها بالسكينة ومعروف والتكتيفة والمنظر العام اللي احنا بنشوفه ده، فهي عارفه انها تنذبح، وممكن بتشوف الذبيحه ان في مثلا بقر او غنم بيذبح قدامها، هي لا تتحدث لكن تشتكين الى الله سبحانه وتعالى يوم القيامه. حتى ان درجه الحقوق ان تخيل حتى النطيحه الله عز وجل يعني ياخذ الحق لمن نطحتها، تخيل يعني ان حاجه نطحت حاجه هتاخد الامر ده حقها يوم القيامه، ما بالك بقى بجزار داخل شيل سكينه في ايده وهدومه ملطخه بالدم وداخل يذبح؟ طب ما هي روح يا اخي الكريم، هو من الممكن ان الروح دي تخرج، ان روح البهيمه دي اللي انت ذبحتها تخرج قبل الذبح وتسمى بلغه الفلاحين ماتت فطيس او ماتت هلكه. طيب انا ذبحت وهينزل الدم قدام حضرتك لكن الروح هنا خرجت واصبحت ميته لا تحل وانت ما تعرفش الكلام ده، فانا بوصي اخواننا اللي ما ذبحوش يفوقوا من هذا الامر، عندك جلابيه بيضاء، عندك ملايه، عندك ستره، يعني الجزار يربطها ويخبي السكين بتاعه. طب ايه الدليل بقى بتاع اللي احنا قلناه كل ده بعد السادة المشاهدين ما يصلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ حبيبنا النبي وتجرسنا صلى الله عليه وسلم قال يعني اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح واذا قتلتم فاحسنوا القتل وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته وليسمي وليكبر الله. جمل جه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيشتكي لسيدنا النبي، والجمل ده فبيحكي لسيدنا الجمل انطق انطقه الله الذي انطق كل شيء، فجيب يشتكي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فان هو سمع، شوف تخيل حضرتك الامر عامل ازاي، سمع صاحبه بيقول له ده كبر في السن فاحنا هنذبحه، ففر من مكانه واتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي طبعا مسح عليه وهدأ الجمل وحتى ظرفت عين هذا الجمل كما تقول الروايه، والنبي قال ائتوني بصاحب هذا الجمل، هاتوا لي صاحب الجمل ده. فالنبي بيتكلم معاه عشان بس السادة المشاهدين الموضوع بسيط، تحدث معه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني هناك رحمة وحكى إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. طب ده حيوان، هو انت حضرتك بتقول ده حيوان ما بيفهمش او لا يسمع او لا ايا كان، لكن هو هنا احس فجه يشتكي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي علمنا ايه؟ الرحمه. تخيل حضرتك انت هنا الدم بينزل، ما انت بعض الناس يقول لك ده يا شيخ ده ما الدم، نعم الدم نزل، لكن القصة هنا ان الدم ممكن الروح تخرج بدون ايه؟ بدون ذبح ومن شدة الخوف والهرع. حاجة تانية بنوصي اخواننا الجزارين، يعني هذا حيوان رحمة
رحمة. خلي بالك إن في فقراء ومساكين لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. خلي بالك ما فيش بقى تكتيفة وشد يا عبد الله وامسك يا عز الدين والكلام اللي احنا للأسف بنسمعه ويجري من هنا وواحد بيجري بيصور وراه. بكاميرا وماسك ديلة ذبيحة، كل ده أمور يعني ممكن تأثم عليه. فخلي عندك رحمة، لأن ممكن حكم الناس مش واخدة بالها من الأمر ده. حضرتك محتاجين توعية، الشعب محتاج ما احنا كمان بنوعي بقى، توعية. يعني جزاكم الله خير، هذا البرنامج من باب التوعية. بعض الناس حضرتك يعني ممكن دلوقتي انت جايب الذبيحة سليمة ما فيهاش عيوب زي ما هنقول في الشرع، وانت جيت تذبح فانت سلمتها الجزار، حضرتك ما تعرفش تذبح، فالجزار هو طبعا ربط من هنا بيربط فشدها وقاحها كسرها. انت جايبها سليمه من العيوب، لا ليس فيها بقى اي ومن عيوب، شروط الذبح ان ان لازم تكون تكون سليمه سليمة. وقت الذبح. يعني ايه وقت الذبح؟ ان انا لما اجي احط السكينه سليمه من العيوب. انا دلوقتي جايبها سليمه بقالي فتره واشتريتها، لكن لما جيت اذبح حضرتك فوجئت ان الجزار بيشد من هنا بيربط وقع الذبيحه فكسرها. هنا اقول لك اصبحت صدقه وليست تضحيه. يعني يا شيخ المصاريف دي كلها باجتهاد الفقهاء والعلماء، وده راي، ان تكون سليمه من العيوب. وهنا بنضيف جمهور الفقهاء وقت الذبح، يعني وانا بذبح خلي بالك قول للجزار خلي بالك حضرتك كذا. حاجه تانية في اصول الذبح، ان انا ما ينفعش ان الجزار يقول لي الذبيحه دي انا هاخد الجلد وعفوا اللي بيسموها اللغه بقى الجزارين العفش او الحاشيه او الحاشيه او يعني ما كان منه، وبعدين انا هاخد الرجول هاخد مش عارف الراس انت هتعمل بها ايه، وابتدي الجزار يضحك عليك. انا اقول لك هنا من باع من الجلد او من باع من الاضحيه فلا شيء لا، يعني كده نقصت من الاجر. انت اتفق حضرتك مع الجزار، حضرتك هتاخد كام؟ هيقول لك 100 200 مبلغ معين. تمام. بتتفق على هذا المبلغ. طب حتى ما ادهوش لحمه منها. انت بعد ما بتوزعها حضرتك وبيقسمها لك فانت بتعمل ايه؟ بتراضيه. لكن ما ينفعش ان هو ياخد منك الجلد وياخد منك الامعاء والحاشيه كجزء وياخد من منك وفي الاخر يقول لك انت هتعمل بيهم ايه؟ او احنا مستغنين عنها هنعمل بيها ايه؟ ما هي كلها ديت، وانها لا تاتي باظلافها واوبارها واشعارها وانها لا تقع. تخيل حضرتك يعني هي كل ده بتقرب الى الله سبحانه وتعالى. الحاجات دي حاجات بتدخل ايوه في التقسيمه برضو موجود مفروض تقسم وتوزع. طيب ده امر، فانت اقول له حضرتك تاخد كام؟ هيقول لك مثلا هاخد مبلغ معين، بتعطيه المبلغ ده. وبعدين بعد ما بيخلص حضرتك بتعمل ايه؟ بعد ما قسمتها انت هنا بتروح توزعها، والجلد بتتبرع بيه بتديه لاي حد مقابل الذبح. يعني مثلا بتقول له اهوت انت ذبحت خلاص خد اجرتك، والجلد ده والحاجات ديت بتاخدها ايه توزعها للفقراء والمساكين. طيب هنا في امر هذا اجتهاد من الفقهاء ان تقسم الى ثلاثه اقسام. الاضحيه بتتقسم ثلاث حاجات، بتتقسم على ثلث الفقراء ثلث المساكين والفقراء ثلث للأهل والأحباب وثلث للهدايا والناس. طيب هل كان يفعل ذلك رسول الله؟ لم يفعل ذلك رسول الله. من ماذا كان يفعل؟ طيب سيدنا النبي وصانا موضوع احنا بنقسمها ثلاث ثلث وثلث وثلث لم يرد عن رسول الله. طيب انا ذبحت الذبيحه كلها لبيتي هذا امر جائز. وزعتها كلها على الفقراء هذا امر جائز. هديت بها الاحباب هذا امر جائز، حتى يعلم الناس الفقه الصحيح. لكن موضوع التقسيمه هذا اجتهاد من الفقهاء. نسال الله لنا العفو والعافيه. وردت عن النبي لم يرد عن رسول الله هكذا. تمام، ولكن برضه هي العبره التوسع على الفقراء والمساكين. نعم. المقصد منها انها على الفقراء. وهذا لا ياتي الا بالتصدق على الفقراء والمساكين. نعم. انا معايا اتصال من ابراهيم، اتفضل يا استاذ ابراهيم. الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. ممكن اسال الشيخ سؤال بقى مع حضرتك؟ اتفضل حضرتك. طب دلوقتي يا شيخنا لو انا مثلا عنده اضحيه ومش عارف اذبحها مثلا. نعم. والذبيحه ديت يعني هي شرسه شويه، فلو كسرت رجليها هل يجوز تبقى اضحيه؟ لا تقبل صدقه وليست اضحيه. الاصل زي ما قلت لحضرتك ان هي وقت الذبح وقت ما بنحط عليها السكين تكون سليمه، لكن في احنا اتعلمنا الرحمه، يعني اتعلمنا الرفه في دين ربنا سبحانه وتعالى، ان احنا يعني بنتودد اليها مثلا باكل بشرب اننا نمسح عليه احنا نقرب منها. لكن اللي بيخلي الناس حضرتك ان هو بيخافوا من الحاجات ديت ان الناس بتتجمع، الحيوان بيخاف، الناس متجمعه حواليه وباساليب، فده بيخلي الحيوان يهرب او يخاف. طب حتى لو امر طارئ يعني انا ما عملتلهاش حاجه تخوفها ولكن هي ماشيه كده ولا حاجه فوقعت اتكسرت، تقبل صدقه كما قلت برضو؟ تقبل صدقه وليست ولكن تضحيه. هناك اراء اخرى بتقول ان يجوز في الامور الطارئه.
ان هي تقبل كاضحيه. هي بص يعني بعض من الفقهاء قال انها تنقص من اجل، لكن الصحيح انها تقبل صدقه لكن ليست اضحيه، فلا بد ان نراعي هذا الامر. ماشي، اشكرك يا استاذ ابراهيم على اتصالك. قلنا التقسيمه ان هي ما رضيش على النبي صلى الله عليه وسلم، ده اجتهاد فقهاء. نعم. طيب تمام. خلاص انا عملت الاضحيه وذبحتها ووزعتها وقسمتها. جزئيه بقى عايزين نضيف حته التوزيع. كتير من الناس حضرتك بعد ما بيذبح بيعمل ازاي؟ هو طبعا الجزار هو اللي بيظبط له الدنيا، بيجي في الشارع هو ما يعرفش حد. بخلاف القرى، القرى طبعا عارفين مين الفقير ومين اللي يحتاج. وانا هقول حتتين للناس اللي قاعده في المدينه والناس اللي قاعده. في كمان بعض الفقراء للاسف الشديد هتلاقيهم بيروحوا هنا ويروحوا هنا ويروحوا ما هنا. ده انا عايز اقول لحضرتك ان انا مش القصه انا ذبحت وخلاص والناس لازم اتحرى. لازم اتحرى، يعني ما ينفعش ان انا حضرتك اكيس الحاجه وراكب عربيتي وماشي. ففي ناس بتقعد في الشوارع ممكن يكونوا من اسره واحده. فبص ليه مثلا خمسه من اسره، ده قاعد في اول الشارع وده قاعد في نص الشارع وابتدوا يمشوا في الشوارع، لان غالبا الذبح حضرتك بيكون فين؟ بيكون في الشوارع. فالقصه ان الناس ايه، او مثلا في عماره او في بدروم او غير ذلك. فالقصه حضرتك ان انا لازم اتحرى الدقه وانا بوزع على الناس، مش برمي كده وخلاص عبطا او سبهللا. لا، لازم ده يراعى. ممكن واحد يقول لي واللي هم تحسبهم اغنياء من التعفف. نعم. ما ده مهم جدا ان انا لا يسالون الناس الحافة. ممكن حضرتك يكون محتاج، ممكن يكون حضرتك موظف حكومه مثلا ولكن ظروفه يعني ما ينفعش ان هو يطلب. ممكن انا مثلا جاري او حد معرفه او مثلا حد يتودد لي يروح يوديها له بس في الخفاء. لكن ما ينفعش حضرتك نجي انا واقف من العربيه كده باسلوب يعني احنا بنشوفه كتير، يجي انا فاتح باب العربيه او من الشباك وبنزل له الحاجه وبيديها له. يا اخي حط نفسك مكانه. الله سبحانه وتعالى ممكن يغير، يمكن ده هذا يكون الفقير هو الغني وانت مكانه. فخلي عندك باب الرحمه، مش القصه ان انت بتوزع. لا، يعني السيده عائشه كانت يعني دخل عليها سيدنا النبي او كان يروى عنها، كانت لما تتصدق كانت بالطيب بترش عليه برفان او عطر او غير ذلك. الكلمه الطيبه وتوزيع الابتسامه الطيبه، جزاك الله خير، ادعي لنا اعمل حاجه ربنا يبارك فيك. التكبر والغرور. نعم. وان انا احسسه ان انا بمن عليه. ايوه، قل لا تمن علي يعني. فتخيل حضرتك لازم نراعي الفروق ديت. الامر الثاني حضرتك، ما ينفعش ان الناس تبقى واقفه مثلا، يعني انت عارف القراء بعض الناس تحتاج، ولكن بامر يعني امر طبيعي. انا عايز اقول هنا خلي بالك ان سيدنا النبي بيحذر من هذا الامر. اشد الناس عذابا يوم القيامه المتسولون. اكتر ناس هتتعذب يوم القيامه الناس اللي هم بيقولوا عليه الشحاتين او المتسولين. لكن القصه حضرتك القصه لازم نراعي. طب انا دلوقتي مثلا انا في المدينه ما اعرفش حد، عندنا جمعيات خيريه، عندنا لجان زكاه، عندنا الناس اللي هم المستشفيات اللي فيها امراض الكورونا. ايه المانع انك تروح تبحث هل يا جماعه انتوا محتاجين دور الايتام دور الرعايه، بدل ما انت ترميها في الشوارع. ما روح تصدق على الناس، يعني مثلا روح دار رعايه، دار مسنين، ايا كان، جمعيات خيريه درس الناس وعندها استيفاء باحجام الناس وبيوتها وحاجاتهم التي يحتاجونها، روح اديهم. لكن القصه حضرتك ان انا اروح اوزعها هذا امر لا يجوز، فلابد ان نراعي هذا الامر. مش قصه ان انا بتخلص من الذبيحه وخلاص انا ذبحت وجزاك الله، لا، لازم نراعي حتى ناخذ الثواب كاملا. تمام. انا معايا اتصال من بركه. اتفضلي يا استاذه بركه. اتصال اتقطع صح؟ طيب ارجعي عيد الاتصال بينا مره ثانيه. تمام. لما اجي اتكلم بقى عن سنن العيد، ايه المستحب في يوم العيد ان انا اعمله؟ طيب، هو يوم العيد احنا نتحدث عن ان يعني زي ما كان يفعل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا سيدنا النبي كان يوم العيد كان عنده امرين مهمين جدا، الرحمه بالفقراء والمساكين والايتام. وده احنا بنعمل نذبح اهو في اضحيه، يعني احنا المقصد منها توسيع للفقراء والمساكين. انا ممكن اروح ازورهم واقعد معاهم شويه واعيد عليهم. نعم، ويعني بديهم الحاجه في 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 يعني زي يقولوا كده في رحمه وشفقه. ما ينفعش بدخل عليه والناس كلها يقول لك الحاج فلان دخل علينا، او الشايل في بعض الفلاحين عفوا بيبقى راكب الحمار بتاعته ولا الدبه بتاعته ولا ايا كان، وتلاقي حضرتك يخبط على الباب، انت يا حاجه فلانه ويا بنت فلانه نادينا على مامتك باسلوب يعني. انا اقول عن هذا اسلوب يعني نسال الله ان يعفو عن هذا. فلا، انزل وخبط على الباب وفي الخفاء. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وفضل سرها على علانيتها 70 ضعفا، والله يضاعف لمن يشاء. القصة هنا يعني إن الصدقة لا تدفع 70 بابا من السوء. فأنا ما أروحش حضرتك إن أنا واقف على الباب ونادي لأمك وهذا الأمر، أو أطلع أنا زعق للناس ومعروف إن الحاج فلان ده بيوزع صدقات. يعني القصة مش كده، أنت عملتها لله ولا عملتها قربة لهؤلاء الناس؟ يعني فأنا لازم نراعي النقطة دي.
طيب سيدنا النبي كان عنده نقطتين دي مهمين جدا. سيدنا النبي كان يعني يأكل من التمرات ويكبر وهو في طريقه إلى مصلى العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. طبعا ما فيش صلاة في الخلاء، بس احنا نلتزم بموضوع التزامات اللي حددتها الدولة، كأنك بتحيي سنة سيدنا النبي بتاخد الأجر تماما. بعد كده كان سيدنا النبي بيذهب من طريق ويعود من طريق آخر عشان يسلم على عدد كتير من الناس. سيدنا النبي نذكر أمرين هنا نهانا رسول الله عن زيارة المقابر يوم العيد. لا ده احنا نتكلم فيها، ده موضوع مهم جدا، ولكن الاول تمام انا ذبحت الاضحيه ورحت انا ممكن اودعها بنفسي على فكره الفقراء والمساكين واقعد معاهم شويه، ده حاجه كويسه وتستحب. طيب طيب ولكن دلوقتي المشاحنات والخصومات. طيب انا عايز اقول هنا سيدنا النبي بقى بيوصينا بالفقراء والايتام والمساكين في يوم العيد. سيدنا النبي كان ماشي مره في المدينه واذ به يرى طفل او صبي صغير يعني من 7 سنوات 5 سنوات كده قاعد بيعيط في مكان وما فيش حد جنبه. فسيدنا النبي تخيل صلى الله عليه وسلم بحنيته ورحمته اللي علمها لنا يوم العيد. سيدنا النبي هو ماشي فذهب إليه قال ما لي أراك تبكي، أنا شايفك بتعيط ليه؟ وطبعا زمايله بيلعبوا. سألوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يبكيك؟ قال ما هو معرفش سيدنا النبي، قال مات أبي وتزوجت أمي برجل آخر، أمي اتجوزت واحد تاني وأبويا مات يعني يتيم بمعنى صح. وده حل بعض البيوت الآن إن بعد وفاة الزوجة قد تتزوج رجل آخر. فقام سيدنا النبي احتضنه ونزل على ركبتيه صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي نزل على ركبته وقبل هذا الطفل أو هذا الصبي واحتضنه وقال له بقى الحكمة الجميلة جدا اللي كلنا ممكن نسمعها بس صعب تنفيذها. قال أترضى أن يكون محمد لك أبا وفاطمة الزهراء لك أختا وعائشة لك أما؟ وقبلوا النبي وخدوا لبيته. لدرجة حضرتك ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطفل خدوا سيدنا النبي معاه البيت واكلوا وشربوا وعدلوا عدل اصدقائه بعد فترة فبيسألوه ماذا كنت انت كنت فين؟ قال النبي قال يا الطفل كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يعني انت كنت عند سيدنا النبي؟ وما كانش يعرف ان هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني هتتربى في بيتي وعلي أخوك وعائشة أمك زي ما عرفه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لدرجة أن الأطفال تمنت أن يموت آباؤهم حتى يعيشوا بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان رسولنا أبا يعني كنا كده نتمنى. فتخيل ده قدوة، عشان كده ربنا لما قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنا بوصي وبقول الوصية هنا أن صلة الأرحام ورعاية الأيتام والفقراء الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ضم يتيما من يتامى المسلمين إلى طعامه وشرابه لم يجد الله له جزاء إلا الجنة. إنك تروح تأكله وتشربه وتعطيه مصروف وإنك تدخل البسمة والفرحة عليه ليس لك ثواب إلا الجنة بإذن الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى لما يلاقي اليتيم بيبكي، تخيل حضرتك لما اليتيم كده في اليوم ده يعني يدور على أبوه أو أمه ويفقد الحنان سواء من الأم أو من الأب توفاه الله، فهذا فارق. فتلاقي الطفل يبكي، الله سبحانه وتعالى ينادي على أهل الأرض ويقول لأهل السماء حينما يبكي هذا الطفل يا ملائكتي من الذي أبكى الذي غيبت أباه في التراب؟ إيه اللي خلى الطفل اليتيم ده أو البنت اليتيمة ديت تبكي؟ فيقولون لا نعلم يا رب الملائكة. فيقول الله جل وعلا يا ملائكتي أشهدكم أن من أرضى يتيما فقد رضيت عليه في الدنيا والآخرة. اللي رضي يتيم ويفرح يتيم فقد أرضيته في الدنيا والآخرة. ويقول للملائكة يا ملائكتي أشهدكم، الله الذي يشهد الملائكة علينا، يا ملائكتي من أحزن يتيما فقد أحزنته في الدنيا والآخرة. تخيل لما تفرح يتيم وتدخل عليه البسمة والفرحة وانك تمسى على راسه الله عز وجل يفرحك دنيا وآخرة. وانت لما تبكي يتيم وما تسألش عليه حتى من أقاربك حتى من أهلك حتى من جيرانك حتى لو معك في نفس العمارة، الله سبحانه وتعالى يقول للملائكة أشهدكم يا ملائكتي من أحزن يتيما فقد أحزنته في الدنيا والآخرة. سيدنا النبي علمنا هذا الأمر، فلابد أن نراعي حق الفقراء والمساكين ولا ننسى صلة الرحم لأنها ستشكون إلى الله. وأنا عايز أوجه رسالة حضرتك لكل واحد مقاطع أبوها وأمه بسبب زوجة، لكل واحد مثلا مطلق ويعني رامي زوجته رامي أو أولاده ما بيسألش عنهم، دول حتة منك صلة الرحم.
لكل واحد يعني حالف على زوجته مغضبها بقاله سنين او سنوات راعي هذا الامر، لكل ام حرمت اب من زياره اولاده فلابد ان يراعي هذا الامر، لان ده صله الرحم لكل اللي حالف على اخته ما تيجي تزورني في بيتي ولا تدخل علي عيد ولا، او كل ام حرمت مثلا حد من ميراث او حاجه معينه، كل دي صله رحم ستشكون الى الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول للنبي عن صله الرحم لما تحدثت الى الله: انا الرحمن خلقت الرحم وجعلت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. وده بالنسبة يعني صلة الرحم سبب لزيادة الرزق ولزيادة العمر. نسأل الله أن يحفظنا جميعا. الفكرة إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما بيتعامل بالإنسانية. نعم. في إنسانية وفي رحمة في التعامل صلى الله عليه وسلم. في مقولة بحبها جدا برضو، اللي هو أنا ما تقوليش أنت دينك إيه، ولكن وريني فعلك. نعم. فعل. نعم. دينك بيبقى الدين، إيه الدين الأخلاق دينك. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. النبي ما قالش هنا لا بالصلاة ولا بالصيام، قال بالخلق. البر هو حسن الخلق كما قال صلى الله عليه وسلم. اتكلمنا عن سؤال كتير وأداب كتير للعيد. نعم. ولكن برضو إيه يعني، طيب نتكلم، لكن ممكن أتكلم برضو تاني لو في تاني عن السنة المستحبة في يوم العيد. نعم، احنا قلنا هو السنة المستحبة ان احنا ننفذ كل حاجة كان بيعملها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لما تحدث فقال: تركت فيكم ماء ان تمسكتم به لن تضلوا بعد ابدا. ايه هو يا رسول الله؟ قال: كتاب الله وسنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. تعال نبدأ حاجة كده النهاردة حضرتك والسادة المشاهدين معانا في هذا الامر، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن زيارة المقابر. طيب زيارة المقابر، بعض من الناس مثلا واحد مات له أبوه من شهر ولا من سنة ولا من سنتين ويقول لك ده أول عيد، فأنت هنا في العيد ده بتنفذ سنة سيدك النبي إنك ما بتعملش حاجة تخالف شرع الله سبحانه وتعالى. طيب هنا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ما ينفعش نزور المقابر يوم العيد. طب أنا عايز أتعظ وأتذكر، إذا كان للعظة والموعظة والتذكرة لا مانع، لكن بعض الناس تروح طبعا يقول لك ايه لبس الاسود وتقول لك اصل ده اول عيد لابويا او العيد لجوزي او عيد لاخويا، الكلام ماشي اول عيد جزاه الله كل خير. لكن هنا الحزن ده يوم فرحه. من سنن النبي انك تطبق سنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما تروحش حضرتك انا كام مثلا او كزوجه او كاب تلاقيهم رايحين قاطعين مشوار بعيد على سفر ومحافظات يقول لك اصل ده اول عيد لي. طب ما الفاتحه من هنا هتوصل حضرتك لو في اخر الدنيا، وتلاقي تروح عند المقابر فتقول يا بعلي ويا بغلي ويا جملي وتحكي بقى امور ومشاكل. فالاسلام بل بتشيل الميت ذنب، بتبقى عادات وتقاليد عادات. لازم فلابد ان نتنحى عن هذا. عايزه تزور المقابر حضرتك، روح زور المقابر قبلها بيوم او بعدها، ولو رحت في يوم العيد للموعظه والعبره فقط ليس للتنويح او باشعار وكلام، دي امر. الامر الثاني بنفذ سنه النبي، ودي عادات موجوده خدناها بالفطره عايزين نغيرها، نغير من عادة تحول إلى عبادة. بمعنى بعض الناس دلوقتي في القرى أو في الأقاليم مثلا أبوه أو أمه أو حد من العيلة مات مثلا من سنة ولا من شهر ويقول لك ده أول عيد لي أو تاني عيد. طيب يجي يعمل إيه حضرتك؟ تلاقيه جايب كاسيت أو جايب سماعات وجايب شوية كراسي وحطتهم قدام البيت. أنا كواحد مثلا رايح أي مثلا بعيد على حد قريبي في الشارع ده، فيقول لك بقى امسك ده في 111 وشد ده قرآن شغال وده يوم عيد. طيب واللي يدخل، طب انا يوم عيد بنقول لبعض تقبل الله منا ومنكم، تلاقي يدخل مش هقوله كده، اقول له البقاء لله. فانا كده قلبت الموضوع حزن. نعم البقاء لله، لكن النبي يقول: روحوا عن القلوب ساعه بعد ساعه فان القلوب اذا كلت ملت، يعني فرح قلبك. طيب انا داخل حضرتك وده موجوده في القرى، يبتدي بص تلاقيه مشغل القران ومعلي الكاسيت وجنبك جيران، وفي نفس الوقت حضرتك تلاقيهم مجهزين اكل ولحوم وطبخ وملذة وطعم، والستات او اهل البيت لابسين اسود. طب ما هذا لا هذا يتنافى مع ذلك. وبعد الناس ما تخلص يقفلوا الباب ويقعدوا يضحكوا جوه. طب انتوا ليه خليتوا ناس تشمئز بالحزن؟ انا لو عندك طفل صغير او ايا كان اطفال هيفرحوا ازاي؟ ما هو ده في عادات كمان ان ممكن فلابد احنا نغير ده. الميت او المتوفي ميت مثلا قبل العيد بشهر او شهرين، فيجي يوم العيد لا بيلبسوا الاطفال لبس جديد ولا ما هو انا حضرتك ما هو النبي صلى الله عليه وسلم علمنا يعني: تركت فيكم ماء ان تمسكتم به لن تضلوا بعد ابدا. والله سبحانه وتعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ليه؟ لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. لكن حضرتك انا بقول بعض الناس مثلا حد الظهر
وتلاقيهم قاعدين اذا كان عندهم دوار عائله ولا قاعدين قدام البيت وخلاص يلموا الكراسي والناس تدخل تعزي. طب بعد الناس ما بتخرج بعد ما يخرجوا من العزاء بيضحكوا ودي عادات موجوده. طب لكن القصه حضرتك ان انا واقف قدام البيت يقول لك لا حاسس احنا داخلين على عزاء. طب احنا داخلين عزاء ويدخل يقول للبقاله يقعد شويه ويخرج. طيب انا بقول ده احنا ممكن هنا بننقل الميكروبات وبننقل الامراض وما يدرين ان ده عنده ده ما عندوش كورونا. اسلم على ده وده وده وداخل سلم على مجموعه 7-8 وافين وده بيقبل ده وبيحتضن ده فاحنا نقلنا امراض يعني الاسلام بري منها. ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. طيب يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم. في كورونا وفي تجمعات اكيد. نعم. سواء في زياره الاقارب او الاهل او الجيران. نعم. فدلوقتي بقى عشان احافظ على عدم انتشار العدوى اعمل ايه؟ طيب اولا الدوله لما وضعت حدود وضوابط لابد ان ننفذها. مش عايزين نمشي بالجهاله اللي تقول لك يا عم سيبها على الله. ما هو الصحابي لما جه لسيدنا النبي واقف يربط الناقه بتاعته او البعير بتاعه فداخل يعني معناه كده. طب ما النبي قال اعقلها وتوكل. طب ما هم قاعدوا شايفين لكن النبي قال ايه؟ اعقلها وتوكل. والله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم. وربنا قال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. طيب لو قلنا مثلا فلان ده مريض كورونا والناس ما تعرفش وهم مكتمين على الخبر بحكم القرى بيعرفوا كل شيء فقاعدين ما حدش يعرف وده انتقل من مكان لمكان واصابت الناس بالعدوى. لكن طب هنا الاسلام بيعلمنا حفاظا لا ضرر ولا ضرار. طيب انا كده المفروض التزم بالقواعد الارشاديه والقانونيه اللي الدوله حطتها لي. وهنا الدوله حطت من باب ايه؟ من باب حفاظا على الارواح وحفاظا على النفوس. وبعدين النبي في طاعون عمواسي اللي كان حصل هنا ايه؟ لا يدخلوا قريه اذا عليكم الوباء لا تدخلوا قريه ولا تخرجوا منها. طيب ما ده النبي ما كان في هنا الحظر الصحي اللي كان موجود باختلاف الايه؟ المسميات والقرون او الاجيال. فانا لازم اول حاجه ان انا اتوقع الحظر يكون عند حذر لان الدين بتاعنا مستبهلله. ديننا دين النظام ودين التعاون. الامر الثاني انا دلوقتي بلبس الماسك بتاعي لو داخل عند ناس وما اسلمش انا جاي اسلم عليكم ده لو في حكم القرى ادخل السلام عليكم اخباركم انا جاي اطمن عليكم مش هينفع اقعد وامشي. مش عايزين بقى ندخل وده يمسك بقى يشرب وده يبوس ده وده يقبل ده ونيل الامراض نسال الله ان يعافينا. الامر الثاني طب ما انا لو انا دخلت البيت عند واحد هم مش هيعلقوا يفتح حضرتك ويقولوا ده عنده مريض كورونا. لا تلاقي الناس في القرى او في بعض لو عرفوا هذا الامر او كان مصاب الناس بتبتعد. طب ليه؟ انت خرجت من هذا البيت الذي مصاب بمرض الكورونا روحت بيتك ما عندك زوجه وعندك اولاد. لو حصل لهم هذا المرض وهذا الابتلاء هتقول ايه؟ يا ريتني ما دخلت البيت ده ولا يا ريتني مشيت. فخلي بالك قبل ما بتحافظ على نفسك انت بتحافظ على اسرتك. فلابد يكون الجوانت بتاعك الماسك بتاعك النفس عدم كثره السلام. انا ماشي انا معاك في عيد. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم. لأن بعض الناس بتمسك من آيات قرآنية لكن لها مواضع معينة فهم بياخدوها بيوظفوها في مواضع قد نهى عنها الإسلام. يقول لك إزاي شيخ ده عيد وإحنا عايزين نتواصل بالأرحام. ماشي في تليفون في رسائل واتساب في أيا كان يعني حتى لو قابلته مع الباب بدون ما تسلم ولا تقبل ولا تحضن ولا غير ذلك مراعاة لعدم نقل الأمراض. أمر تاني برضو في هذه النقطة طبعا ما بعد العيد حضرتك في أفراح وفي بعض الناس كتير من الناس تلاقي حضرتك في الأفراح العريس واقف وكل الناس بتيجي تسلم عليه. طيب لا قدر الله أصيب بهذا كمان دايما بتبقى موجودة بقصر على الأعياد. نعم في الأرياف. أنا بقول لك يعني خد حذرك. إيه المانع أنت مثلا ما عملتش سهرة ولا فرح بس عملت نقطة فيها هنا سببت أمراض. ناس جاية من بلاد وناس جاية من شوارع وناس خارجة من بيوت وما أنتش عارف أنت حضرتك مش هتمسك كل واحد تحلله أو تعمل له جهاز الكشف الحرارة. فلابد ان احنا نقي انفسنا لان الاسلام بيعلمنا لا ضرر ولا ضرار. لازم نحافظ على نفسنا ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوا. احسنت فضيله الشيخ. انا معايا اتصال من استاذ مجدي لسه موجود. طيب الاتصال اتقطع يعني يا ريت تعود الاتصال بينا مره ثانيه. هو انا حلقتي خلاص انتهت وهسيب حضرتك وقبل ما اسيب حضرتك تختم بالدعاء. يعني أنا بشكر حضرتك جدا الشيخ أحمد مدكور من علماء الأزهر الشريف بجد نورتنا وسعدتنا بالحديث مع حضرتك وعايزة أقول وأحزنتنا يعني حديثك جميل جدا وشيك وألف ألف شكر لحضرتك على وجودك معايا النهاردة وكل سنة وحضرتك طيب وأسيب حضرتك تختم بالدعاء. هنطلع فاصل وهنرجع لكم فانتظرونا بعد الدعاء إن شاء الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد أبدا أبدا.
اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم اهدنا بفضلك في من هديت، وعافنا في من عافيت. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام. اللهم ارزقنا الوقوف على عرفات، اللهم ارزقنا الوقوف على عرفات. اللهم قر أعيننا بعودتنا إلى رحابك، اللهم قر أعيننا بعودتنا إلى رضاك. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا، فاغفر يا رب ذنوبنا واستر علينا يا الله. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا بسترك الذي لا ينكشف. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارفع البلاء عن مصرنا، اللهم انصر قادتنا وجيشنا، وأنعم علينا برضوانك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ورجعنا لكم مشاهدينا ومكملين معاكم في اليوم المفتوح، وكل سنة وحضراتكم طيبين، وأول أيام عيد الأضحى ربنا يعيدوا عليكم جميعا باليمن والخير والبركات. معانا ممثل موهوب صغير في السن، هو صحفي وإعلامي وخد التمثيل باتجاه كوميدي وتميز بقدراته على تقليد الفنانين. هو من مواليد محافظة الجيزة من مدينة 6 أكتوبر. ساب الصحافه في الاهرام وسابها في عده صحف يعني مشهوره جدا، وراح متجه لطريق التمثيل. هنتعرف عليه وهنتعرف اكتر عن حياته وعن مشاركاته الفنيه. ويمكن هو شارك في فيلم قصير اسمه صراخ الندم، وشارك برضو في مسلسل اللهم اني صائم. معانا الاستاذ مينا بولس. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ مينا، منورنا النهارده أهلاً. وكل سنه وحضرتك طيب. ربنا يخليك. وانا سعيده بوجود حضرتك معايا. انا اللي سعيد صدقيني. ربنا يبارك في حضرتك. طبعا انا مستغربه ان انت صحفي كنت ما شاء الله شغال في جريده الاهرام، مع ذلك سبت الصحافه وسبت الاعلام ورحت متجه لطريق التمثيل. ما اعرفش يعني هو ممكن يكون بيكسب اكتر صح؟ دي كانت دراستي. انا اساسا خريج كليه الاداب قسم اعلام. تمام. فأنا اشتغلت فترة في الإعلام طول فترة الدراسة، طول الأربع سنين اشتغلت في عدة صحف زي ما حضرتك ذكرتي، اشتغلت في عدة قنوات، اشتغلت مراسل ومعدة برضه. ما شاء الله. زميل يعني. كنت قلت لي خليتك عدت لي الحلقة يعني. ربنا يخليك. عايز أقوله هو اللي عدد الفقرة بتاعته برضه. بعد كده. عشان كده بشوف إيه الحاجة اللي أنا بحبها، إيه بقى الحاجة اللي أنا بموت فيها، التمثيل عشقي من وأنا صغير. بدأت معايا من وأنا بقلد، من وأنا صغير. بقلد ممثلين. كنت بقلد محمد هنيدي، محمد صبحي، هاني رمزي. يعني دلوقتي لو قلت لك هتقلد لي فنانين هتقلدهم؟ هقلد. طب جاي تعبان بس مش مشكله عشانك. معلش هو جاي من اسكندريه وبجد يعني بعتذر لك ان انا جايبك من اخر الدنيا. لا ولا يهمك، ده شرف كبير ليا. ربنا يبارك فيك. بدات معايا العمليه زي ما قلت لك من تقليد الممثلين. بعد كده بدات ان انا اشارك في اعلانات. شاركت في كذا اعلان لشركات عالميه الحمد لله، واعلانات عملت ضجه، خلى وشي يتعرف مع عند المخرجين وكده، وعند ممثلين كمان كبار كانوا بيشوفوا الاعلانات ديت. بعد الاعلانات بدات بقى افلام قصيره، اجيب صحابي ونعمل افلام قصيره. شاركت فيلم قصير اسمه كنوز الماضي، ده اتعرض منه جزء كمشروع تخرجي، خدت فيه احسن ممثل. فيلم كنوز الماضي ده فيلم تاريخي بيتكلم عن تاريخ مصر. الفراعنة اكيد. لا لا مش الفراعنة. بيتكلم عن كل شيء قديم. كل حاجة قديمة، الآلة الكاتبة، اي حاجة قديمة.
ازايز الكوكولا بتاعت 1800 سنة 1800، الله حلو، كل حاجة قديمة. آه يعني المكان نفسه أثري، المكان ده عندنا في اسكندرية في محطة الرمل، مكان تاريخي. أي حاجة فيه أثرية عندنا هنا اسكندرية برضه ورانا على طول المكان ده لوحده تحفة. الفيلم الحمد لله عمل ضجة كبيرة جدا، واخد فيه أحسن ممثل، واستضافوني في قناة مصر الأولى فيه، كم ده كان من سنة تقريبا. بعد الفيلم ده بدأت إيه، شاركت، عملت كذا إعلان برضو. بعد كده دخلت عملت مسلسل عفريت نص الليل، ده من إخراج بلال العربي، ده لسه هيتعرض. بعد كده شاركت في مسلسل القمر آخر الدنيا، ده رمضان 2020، ده الجديد بقى. القمر آخر الدنيا، آه ده بطولة النجمة بشرى، أحمد كرارة، عمرو عابد، مؤمن نور. كان دوري شاب صعيدي كده كوميدي، الكوميديا ما بتخرجش من أعمالي خالص، 95% كوميديا، كوميديا 95%، الخمسة الباقيين حاجات عادية. الكوميديا لازم تخش في أعمالي، أي مخرج بيختارني لازم عشان يبقى دور كوميدي. طيب أنا قبل ما أقول لك مين اللي ساعدك في أعمالك، فلازم تقليد لحل حد من الفنانين، شوف أنت عايز تقلد مين. ممكن أقلد لك محمد صبحي، فيلم علي بيه مظهر. ماشي، تمام، بحبه قوي. عارف الفيلم؟ اه عارفاه. هوب نطلع لفوق. لا ما تعملش كده بقى، وان شاء الله بكره هتلاقي نفسك هوب هتبقى فوق. بقولك يا مرسي، ما لقيش معاك 150 قرش فكه لغايه بكره، كل شويه استاذ علي شت ولدي حمار، واد صوتك ما تفتحنيش، استر عليا، انت راجل بتكسب وربنا مديك ثواني بدل ما اقر عليك، بلاش تقر عليا، يلا بسرعه بسرعه اعمل لك همه وتوب سيكريت. في برضو حاجه كده بسيطه، انا تعبان تعبان بجد. لا لا ممتاز والله. ربنا يخليك. انا ممكن اضحك جامد. اتفضلي. لا قلتهولي تاني، كمل بقى تاني، عايزه حاجه تاني منه. انا مستنيه انت اللي تقلد حاجة تاني منه. ممكن اعمل لك حاجة تاني منه في ايه؟ لما كان بيقلص على احمد راتب شحاتة، لما انتحر بقى، لما طلع يسأل عليه بيقول مين اللي انتحر؟ قال له الطالب اللي في نمرة 5. اوه شحاتة اينشتاين، ليه عملت في نفسك كده يا حمار؟ ليه شحاتة؟ لما كان طالع ايه بقى؟ يشوفه لما مات. هيقلد لك مين كمان؟ لا طب خلاص، انا اكلمني الاول عن مين اللي ساعدك ان انت تمثل او شجعك على يعني امتهان مهنه التمثيل؟ والدي واخويا بنوب، اخويا الكبير هو ممثل معاك صح كده؟ واحنا دايما احنا الاثنين مع بعض، عيله موهوبه كلها. ربنا يخليك. اشتغلنا انا وابنوب في فيلم السر الكتاب 18، ده كان مع الفنان الكبير حجاج عبد العظيم، فناني واستاذي يعتبر. الفيلم ده من تاليف واخراج بلال العربي، هو كان المفروض انه يتعرض من حوالي 3 شهور، طبعا بسبب كورونا وبسبب الظروف اللي احنا فيها فما اتعرضش وعرضه اتاجل. فالفيلم ده فيلم رعب ودوري فيه كوميدي برضه. كوميدي ورعب. ايوه. هي ازاي ما تسالنيش. هو ان شاء الله هيتعرض الفترة الجاية على كذا قناة يعني، وهشارك بيه برضو في كذا مهرجان. فيلم سر الكتاب 18 ده من تأليف اسماعيل فارس ومن اخراج بلال العربي. الفيلم قصته ايه؟ تلات شباب تدفعهم الصدفة للعثور على كتاب، ومن الكتاب بنفك الرموز اللي فيه، كتاب غريب. بعد كده ايه بتدور الاحداث بقى، وبنخش كلنا ايه في مخاوف ومخاطر عديدة. دي قصة الفيلم. طب انت قلت لي انك بتمثل الأكثرية كوميدي، وانت شكلك بتحب اصلا الكوميدي جدا. طيب انت نفسك تمثل دور ايه، ونفسك تمثل مع مين برضو الدور ده؟ نفسي امثل، انا مثلت مع الفنان حجاج عبد العظيم، ودي حاجة شرف كبير ليا، وكانت حاجة جميلة بالنسبة لي قوي في طريقي. محمد هنيدي وعادل امام مثلي الاعلى. انا بحب الاثنين دول على فكرة. كلنا بنحبهم. بتاع ده، هما الاثنين دول مثلا يعني الاعلى في الكوميدي، طبعا محمد هنيدي وعادل امام، وطبعا طبعا هاني رمزي ده. ولما اقول لك يعني يلا قلد لعادل امام بقى، ده مستحيل. ده سهل جدا. ده ليه مستحيل عادل امام؟ لا يلا شوف لك حاجه قلدها لنا بقى.
ممكن هاني رمزي او ممكن محمد هنيدي. طب محمد هنيدي. محمد هنيدي ماشي في المصاحب صاحبه. ماشي مش مشكلة. ماشي اوكي. ده ان شاء الله انا هقولك المشهد بتاعه كامل باذن الله. شفت انت لما انت عارفه الفيلم طبعا. اه شفت لما كان رايح لقانون كان خارج من الصيدليه وبيكلم خطيبه جاد وقانون وقفه في الطريق. مش قالت لك هي ما تلزموش ما تلزموا مكانكم بقى؟ جري قانون بيشتري دواء لجدي يا عم عنده وسال هتكذب ياض. طب عايز مني ايه دلوقتي؟ تخاف في رجلك من الصيدليه دي انت وصاحبك وايه اللي هقطعها لكم؟ وبنشتري دواء منين؟ من عجلاتي من اي مصيبه. ماشي يا عم قانون تشكر. ايه اللي فكرتنا دي؟ غساله تشتري غساله صح؟ اجدي اخلت ام جاد ولا ريحه يا هاد. تعالوا خدوا التلاجه دي وطلعوها على فوق جت جابها من الجمرك. جه تلاجه يبقى هننضف يلا حطها مع التلاجه يلا غساله من التلاجه. جميل جميل. طيب قول لي برضه نفسك تمثل مع مين تاني؟ نفسي امثل مع هاني رمزي ومع احمد حلمي مع الكوميديانات اللي انا بحبها. هاني رمزي، احمد حلمي، محمد هنيدي، عادل امام. عادل امام طبعا مستحيل حد يطوله فممكن ليه ان شاء الله ربنا يكتب لك انك تمثل معاه. ربنا يخليكي. فممكن نقول ايه محمد هنيدي اللي بعد عادل امام على طول. نفسي قوي قوي امثل معاه حتى لو مشهد صغير. في فنانين كتير قوي بيدعموني زي الفنان حسن عبد الفتاح بصراحه ربنا يديه الصحه، الفنان توفيق عبد الحميد، في كذا فنان محترمين جدا بيشجعوني وبيدعموني. وفي ناس كتير وقفت برضو ايه جنبي قوي 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 صحابي واللي دايما معايا زي اسراء سامي، واحده صاحبتي ملازماني دايما، واستاذ محمد صابر ده صحفي ده برضو ايه بيشجعني دايما. انا ما شاء الله انا شايفاك يعني في الصحافه مشهور جدا. ربنا يخليك. ومتواجد بشكل كثيف جدا. ربنا يخليك. وانت عامل شغل حلو جدا يمكن ربنا. في الصحافه وكمان في الاعلام يعني انت ما شاء الله بتشتغل على نفسك حلو قوي. بطور من نفسي ما بقعدش عند مستوى معين. ده احسن حاجه على فكره. ربنا. طيب لما برضو اعرف انت نفسك تبقى زي مين ويمكن برضو تقول لي هو ليه انت عايز تبقى زيه يعني مثلك الاعلى في الممثلين. مثل الاعلى الفنان عادل امام والفنان حجاج عبد العظيم. عايز ابقى زي مين؟ دي انا مش عايزه ابقى زي حد خالص. هبقى تقليدي وهتبقى بايخه قوي بالنسبه للناس. عايز ابقى مينا بولس بس. عايز ابقى مينا بس. يلا هتقلد لي مين بقى؟ لا كفايه تقليد فيك على حاجه كده. عايز اكلمك فيهم مهمين جدا. ان شاء الله انا ناوي الفتره الجايه باذن الله في فنانين كتير وفي الناس القريبه مني قالوا لي اعمل فيديوهات زي اليوتيوبر كده زي اكرامي هجرس احمد حسن بس. طبعا مش همشي على نمط احمد حسن خالص ان انا اشارك الناس بحياتي اليوميه والكلام ده كله. ناوي اقدم محتوى هادف الناس تشوفه غير المحتوى اللي بيتقدم الايام دي خالص. انا اقدم حاجه كوميديا حاجه محترمه زي اللي بيقدمها محمد هنيدي زي اللي بيقدمها احمد حلمي بس في صوره فيديوهات. منتظرين ان شاء الله. طيب لما اجي برضو اتكلم انت شايف نفسك اكتر في الكوميدي ولا الدراما ولا الاكشن؟ وهل انت ناوي تكمل مسيره حياتك على كوميدي بس ولا لا ناوي تغير؟ اكيد طبعا ناوي اغير لان الفنان لازم يكون شامل لازم يغير ينوع ما بين دراما كوميدي رومانسي اي حاجه لازم يغير. بس انا مش شايف نفسي والناس مش شايفاني ودي مصيبه الا في الكوميديا. يعني انا مش عايز الناس بس او حتى المخرجين او الفنانين تشوفني في الكوميديا. ما انا لو حطوني في الكوميديا مش هطلع براها خالص. اها تمام. طيب مين اللي اختارك في مسلسل اخر القمر؟ مسلسل قمر اخر الدنيا كان اختارني فيه. قمر اخر الدنيا. القمر اخر الدنيا. القمر ده من الاعمال اللي انا بعتز بيها جدا واللي اختارني فيها الكاستنج دايركتور مصطفى عباس اخويا وحبيبي وانا بشكره من خلال برنامج حضرتك على انه اختارني في المسلسل ده لان المسلسل ده اضاف ليا كتير قوي. هو مشهد صغير. انت مثلت مع احمد حاتم في المسلسل عمرو عابد ومؤمن نور في المسلسل.
عمرو عابد ومؤمن نور. كان المشهد قدامهم. تمام. كان دور صعيدي كده كوميدي، كانوا بيدوروا على والدتهم التايع فبيقعوا في طريقي فبيدور ايه المشهد. اللي اختارني فيه زي ما قلت حضرتك كاستنج دايركتور مصطفى عباس. المسلسل ضاف لي كتير، ضاف لي كتير قوي قوي قوي. المشهد كان كوميدي برضو، يعني انا مش عارف انا في ايه الصراحه. المخرج تامر حمزه هو اللي حطيني في الكاركتر ده. طيب لما اجي اتكلم عن مواقف حصلت لك في التصوير او الكواليس وفرحتك او يعني تكون كويسه انت حبيتها. الفنان احمد كراره كان بيهزر معايا طول الكواليس، كنا عمالين نقول في نكت وقفشات وكنا عاملين نهزر، والفنانه بشرى برضو كذلك. اكتر فنان هزرت معايا في الكواليس فنان احمد كراره، حد محترم جدا متواضع جدا. كان شرف ليا ان انا طبعا اشتغلت في مسلسل ليه. بس طيب هو المسلسل ده بعتز بيه جدا. الخطوات اللي ناوي انت تاخدها في حياتك القادمه هتكون ايه؟ ان شاء الله ان انا هشتغل فيديوهات باذن الله. غير الفيديوهات غير الفيديوهات الفيلم اللي جاي ان شاء الله فيلم سر كتاب 18 ده تكلمت حضرتك عنه، ده بطولة الفنان حجاج عبد العظيم. ده اللي هيتعرض ان شاء الله ليا ان شاء الله الفترة الجاية، هيبقى فيلم قوي جدا وهيعجبك جدا. بس ما تنساش تعمل لي دعوة. عيني طبعا. تدعيني. طبعا. طب انا قبل ما اختم معاك لازم تقليد لحد. شوف انت عايز تقلد مين. انا سايبك. سبت لك اهو الكاميرا معاك وبراحتك انت اختار، الحرية في الاختيار. حاضر. في اي اسئله الاول غير التقليد؟ انا كده كده هقلد لك في الاخر. في اي اسئله ثانيه؟ خلصت كل الاسئله اللي انا كنت ناوي اسالها لك. شوف انت عايز تسال عن ايه. خلصت كل الاسئله. خلصت كل الاسئله. طيب في والدي انا عايز اشكره الاول لان هو الداعم الاول ليا، ثم اخويا الكبير، ثم الناس دايما اللي في ظهري واللي انا ذكرت اسمائهم. في ناس تانية طبعا مش عايز انسى اسم حد، بس في ناس كتير قوي واقفه في ظهري. عقبات كتير قابلتني في حياتي وكلام محبط كتير اتقال لي، بس اي كلام محبط كان بيتقال لي كنت باخده سلم وبطلع بيه. طيب في حد قال لك انت شبه حد من الفنانين؟ كتير. صحابي شبه مين بقى؟ في اللي شبهوني باسماعيل ياسين، حتى في رسمه اترسمت لي شبهه. في عشان كده انت واخد كوميدي على طول. مش عارف. انا عشان بضحك على طول، فانا مولود اساسا بضحك. بابا قال لي الحته دي، انا مولود اساسا بضحك انا واخويا الكبير. شبهوني بالضيف احمد، شبهوني باسماعيل ياسين، شبهوني بمحمد هنيدي ومحمد صبحي في عز شبابه. مش عارف ليه. هو صبحي ماشي في عز الشباب عشان كان زيك كده. ايوه ارفضنا كده. هنيدي عشان وزع عندي كده. انت نورتنا النهارده استاذ مينا بولس، ويعني اتمنى لك مزيدا من النجاح والتفوق. ربنا يخليك. واشكرك على وجودك معايا النهارده. ربنا يخليك. وانا كده يعني هطلع بعد ما تقلد لنا حد من الفنانين. جهز نفسك. هنطلع فصل وهنرجع لكم مستمرة معاكم في اليوم المفتوح ان شاء الله. يلا قلد لي حد بقى. نخش بقى على حته ايه. هاني رمزي. ماشي. الو مين؟ قناة الحصيرة؟ انتوا ما جيتوش ليه؟ انتوا مش بتحبوا الفضايح؟ انا في فضيحة. هتيجوا بعد الفاصل؟ جه بقى المحافظ، انزل يا ابني. حجاج عبد العظيم كان في الفقرة دي، الفنان حجاج عبد العظيم كان في الفترة دي، وهو بيقول له اطلع. اطلع بقى يا ادري، عيب يا ابو العربي ما تعملش كده، ده انت ابوك شهيد يا راجل، انت نسيت ابوك عمل ايه في حرب اكتوبر؟ صدقتني دلوقتي. شاهد تعبان تعبان. اشكرك على وجودك معايا النهارده. ان شاء الله يعني نلتقي في حلقات ثانيه وفقرات اخرى باذن الله. انتظروني بعد الفاصل. ورجعنا لكم مشاهدينا ومكملين معاكم في اليوم المفتوح، ومعانا فقره يعني جديده وكلها مبادرات وكلها خير، وكل سنه وحضراتكم طيبين. معايا ضيوف جمال جدا، ويمكن شاشه الصحه والجمال متعوده على وجودهم معانا دايما لان لهم اعمال كتير جدا في العمل الخيري والعمل العام في مدينه 6 اكتوبر، وهذه الاعمال تستحق كل تحيه وتقدير منا ليهم. معانا استاذه منال سعيد صالح، رئيس مجلس اداره جمعيه مستقبلنا حلمنا، وامينه المراه بحزب مستقبل وطن بمدينه 6
اكتوبر. اهلا وسهلا بحضرتك، نورتينا النهارده يا فندم. اهلا بحضرتك، ازيك يا كل سنه وحضرتك طيبه. يعني بتكرار وجودك معايا دايما، ويا رب دايما ان شاء الله دايما. ومعايا استاذه نجلاء مغاوري، عضو هيئه مكتب امانه شؤون المشروعات الصغيره بحزب مستقبل وطن محافظه الجيزه. اهلا وسهلا بحضرتك استاذه نجلاء، نورتينا النهارده. ومعايا استاذ احمد قاسم، مدير مشروع اثنين كفايه بجمعيه مستقبلنا حلمنا. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ احمد، منورنا النهارده يا فندم. يمكن انتوا كان ليكم مبادرات كتيره، ودايما بتبقى مبادرات خاصه بالاعياد، فكلميني استاذه منال عن مبادرات العيد عندك في الجمعيه، كانت ايه في عيد الاضحى؟ احنا بفضل الله عملنا مبادره، طبعا لبسنا الاولاد، جبنا الاولاد على مدار الاسبوع اللي فات وجبنا لهم لبس العيد، مبادره يسعدهم وفرحهم يسعد يتيم، وعملنا لهم احتفاليه في مجلس في المجلس القومي للمرأة، وعملنا لهم احتفاليه في شارع مصر، جبنا لهم اللعب والهدايا واللبس، واكيد حضرتك والاستاذه نجلاء كنتوا موجودين معانا. ما رحتش مجلس القومي للمرأة بفضل الله. لا لبسنا حوالي 400 طفل. 400 طفل. طيب قولي لي برضو انت بتستهدفي الحالات دي ازاي؟ هي الحالات دي مسجله في الجمعيه، حالات من الايتام والاطفال المرضى سرطان والاطفال يعني اللي ذوي الدخل المحدود، الاخصائيه الاجتماعيه عندنا بتروح تعمل لهم بحث، وبيبقوا حالات مستديمه عندنا في الجمعيه. تمام. كل المبادرات كانت على اللبس فقط ولا كانت في حاجات اخرى؟ الاضحيه طبعا كان في الاضحيه طبعا، وزعنا اللحمه لحد امبارح كنا بنوزع، النهارده ريحنا، بكره برضه هنبتدي توزيع تاني ان شاء الله. تمام حضرتك. والعيديه طبعا. والعيديه. تمام. انا هبقى افكرك بيها بعد الحلقه. طبعا احنا بنبارك لحضرتك على تقلدك منصب امينه المراه بحزب مستقبل وطن مدينه 6 اكتوبر. الف الف مبروك لحضرتك، ورب دايما في توفيق ونجاح باذن الله. الله يبارك فيك. هو حزب محترم وليه كل التحيه والتقدير طبعا. احنا بنشتغل مع قامات محترمه، الاستاذ عادل نصر امين الحزب، الاستاذه ماجده امين امينه المراه يعني، واحنا كمان بندعم القايمه باذن الله، ومعاهم ان شاء الله في الانتخابات باذن الله. هنتكلم عن استعدادات الحزب وامانه المراه طبعا للانتخابات والحاجات دي، ولكن خلينا نتكلم مع ضيفنا شويه عن العيد. استاذه نجلاء، عايزين نعرف حضرتك، يعني انت ماسكه ايضا منصب في المحافظه ويمكن اسمه تنميه القريه، فلما اجي اتكلم عن العيد ما بين القريه والمدينه، ويعني اشكال البهجه، هل تختلف ما بين القريه والمدينه؟ اكيد طبعا بتختلف، التحضيرات بتختلف، وكل بيت وكل مكان بيبقى ليه اختلاف عن بالنسبه للقريه بيبقى ليها شكل، وبالنسبه في تجمعات في القريه ليهم طقوس معينه، الاسر مع بعضيها والتجمعات طبعا. احنا نتمنى يعني التجمعات ما تبقاش زي قبل كورونا، المفروض ان هو يبقى فيه اختلاف، يعني ده اللي احنا بنقول لهم عليه. فالام هنا موجوده في المدينه، التجمعات بتبقى اقل شويه، والزيارات العائليه واحنا برضو المفروض برضو يعني كل ام تحاول ان هي تنفذ الموضوع دوت في البيت عندها، ان هي يعني تخلق جو. ايوه ازاي ان هي اعمل ايه بقى علشان اخلي الاطفال يحسوا ان في فرحه، وان النهارده في عيد، خاصه ان في المدينه دايما مغلقين على نفسهم، محدش بيزور حد ومحدش بيتودد لحد. تمام. هتلاقي كل بيت في المدينه مغلق على نفسه الا ما رحم ربي، هتلاقي قله. يعني احنا الحمد لله بحس ان مدينه اكتوبر بحسها يعني زي اشبه بالقريه شويه، متعارفين على بعض، ممكن اروح عندك تيجي عندي، وده بيحصل عند استاذه منال، ولكن مش كل المدن كده. يعني مش كل المدن كده. فان انا اشعر، اخلي الولاد يشعروا بالفرحه والبهجه وبيوم العيد، اعمل ايه؟ الام بقى هي في البيت تحاول تخلق لهم خاصه جو. ان احنا كمان في ازمه كورونا، وان تجمعات غلط وما ينفعش، فهتلاقي لا في حذر شويه، وكمان التجمع بيبقى قليل غير الاول خالص. والناس على فكره بدات تنسى، وحست ان هي طبعا خفت عن الاول، بس هي مستمره معانا، ان هم لسه بيقولوا منظمه الصحه العالميه قدامهم سنه قبل ما يلاقوا ليها مصل او لقاح ليها. فهو دلوقتي كلنا بقى عارفين عشان النسبه ما تزيدش او نرجع تاني، هيكون الشعب المصري قضى عليه قبلهم ما يخترعوا لها، لان العيد اللي فات العيد اللي فات طبعا الناس اتفعلت وراحت وجات والتجمعات، فالنسبه زادت بعد العيد. نتمنى ان الناس تكون دلوقتي ايه يعني خدت خبره من الموضوع اللي فات. من الاكلات الشهيره للشعب المصري في عيد الاضحيه الفته. حضرتك غير الفته كنت عامل حاجه حلوه جدا، كنت معزومه عندها امبارح على فكره، المحشي.
لا مش المحشي، في حاجة في جميلة كده كانت عاملاها باللحمة والبصل و أكلات بقى شعبية بنعملها، اللي هي اللحمة بالبصل والفتة والطومية والحاجات دي، بتبقى أكلات جميلة. في أكلة سعودية أكيد لها اسم، أنا حبيتها، اللي كانت حماتي بتعملها الله يرحمها. الله يرحمها الله يرحمها. بس فطبعا أنت بتنوعي، المفروض الواحد عنده اللحمة ما مش كل حاجة نصله، يعني النهاردة هنشوي هنشوي عندي إن شاء الله، هم معزومين عندي على فكرة النهاردة إن شاء الله. طيب إن شاء الله. طيب بس إيه الحاجات التانية؟ يعني دايما الشعب المصري يوم الوقفة بالليل بيقعد كده يحضر حاجات كتير قوي، وحضرتك الترمس والسوداني والام بقى ايه تحاول تعمل جو كده. والله حتى لو الاولاد هيطلعوا مثلا في مثلا مكان قدام المنزل بتاعهم او حاجه، هيقفوا مع بعض، يكون في تباعد، يكون في ثقافه التباعد، ان احنا نحترز من ايه، ان احنا ما نكونش قريبين من بعض، لان برضو ايه يعني هو لسه موجود الكورونا دي لسه موجوده. فالام برضو هي العامل كله معظمه على الام ان هي تفهم اولادها. طب وايه والاب قاعد تشوف لان كله بينسى، مش فاهمه ولا ايه؟ هو اهم اصل هنقعد في البيت، ما خلاص من اول الشهر ان شاء الله كموظفين وكناس هينزلوا، فالمفروض ان احنا برضو يكون عندنا الثقافه ونكون خلاص احنا المفروض فهمنا ان يكون في متر او زي مثلا ما احنا قاعدين كده ما شاء الله ما شاء الله متر او 2 متر بين كل شخص والتاني، ونخلي بالنا برضه. استاذ احمد حضرتك مدير مشروع 2 كفايه، يمكن اتكلمنا قبل كده وبرضه ما اسعفناش الوقت ان احنا نتحدث باستفاضه عن مشروع 2 كفايه، وحضرتك مسؤول في جمعيه مستقبلنا حلمنا، وليك مبادرات يعني متعدده مع الجمعيه ومع نفسك كمان، فطبعا كان ليك مبادرة عن كورونا فكلمنا عنها. طبعا أنا متولي لجنة الشباب في الجمعية. الفترة الأخيرة كان معظم نشاطنا طبعا متركز على مكافحة فيروس كورونا. كنا بنقوم بتطهير المساجد والأماكن العامة والنوادي، حتى كمان البيوت طبعا عشان الوقاية من الفيروس، وقمنا برضو بحملات توعية في الشوارع بعربية وميكروفون بنوعي الأهالي ونوعي الأطفال بضرورة التباعد وخطورة انتشار الفيروس، وطبعا وأخذ الاحتياطات الاحترازية للوقاية من الفيروس كورونا. وقمنا برضو بمبادرات برضو الكساء، كساء عيد الأضحى وتوزيع الأضحية في خلال 10 أيام اللي فاتوا دول. الجمعية برضو بتقوم بأنشطة تانية زي دروس تقوية. تكلمنا انت كان ليك برضو مبادرة عن دروس التقوية، وانت بتدرس مجانية في الجمعية، فكلمنا عنها الفكرة جات ازاي وعملتها ازاي. انا اصلا مدرس مواد فلسفية الثانوية العامة، اللي هي المواد الفلسفية اللي هي علم النفس والفلسفة. الفترة اللي فاتت كده يعني بقالنا 2 سنين بنطبق الموضوع ده، بندي دروس تقوية للغير قادرين طبعا في الجمعية، والحمد لله قدرنا نساعد طلبة كتير جدا بالمجان بدون أي مقابل إن شاء الله. كمان أنا بقالي 4 سنين بعمل كتاب اسمه كتاب الموسوعة. لا اتكلمنا على الكتاب دوا والفكرة جات ازاي وإيه اللي بتستهدفه، يعني اللي بيستهدف الكتاب فئة معينة مثلا من الطلاب ولا بيستهدف العموم؟ ولكن أنا معايا اتصال، خلينا ناخده الأول. أستاذ خالد اتفضل. يا أستاذ خالد ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب وبخير يا فندم. وعيد سعيد عليكم وعلى مصر كلها وعلى الامه الاسلاميه علينا وعلى حضرتك يا رب. اتفضل يا فندم. انا متصل اسلم عليكم وعلى الاستاذه منال والاستاذ احمد قاسم، واقول لهم كل سنه وانتم طيبين. ربنا يبارك في حضرتك. الله دايما منورنا ومشرفنا كده في العيد وفي كل يوم ان شاء الله. كل يوم بنشوفكم فيه بيبقى عيد يعني بالنسبه لنا. وراي حضرتك في المبادرات اللي هم بيعملوها، هم لهم مبادرات كتير جميله زي اطعامك لحد باب دارك كانت في رمضان، وكسائك لحد باب دارك في الاضحى. نمبر 1 ربنا يخليك يا استاذ خالد، كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك نمبر 1 6 اكتوبر. ربنا يبارك في حضرتك. علامه متكله. وحضرتك من الناس المحترمه اللي يعني بتساعدنا وبتقف معانا يا استاذ خالد. ربنا يخليك يا رب يا مدام منال. ربنا يخليك كل سنه وحضرتك طيب ومتشكر قوي ليكم.
ليكم وكل سنه وانتم طيبين. نشكرك على اتصالك يا استاذ خالد وكل سنه وحضرتك طيب يا فندم. مع السلامه. الله يسلم حضرتك. كتاب اللي حضرتك بتعمله الموسوعه. الموسوعه بتكلم عن ايه وبتستهدف مين؟ الفكره جت الكتاب اللي احنا عايزين نعمل حاجه مش غير تقليديه تكون مبسطه اكتر من الكتب الخارجيه وكتاب المدرسه، لان طبعا الطالب بيواجه صعوبه كبيره جدا انه يقدر يذاكر ويستوعب المعلومات اللي موجوده في كتاب المدرسه، لان طبعا في كتاب المدرسه بيبقى متكدس بالمعلومات، المعلومات كلها بتبقى متكدسه، فمحتاجين في الطالب نشرح له المكرر او المنهج ده بشكل مبسط شويه مدعم بالامثله. فكانت الفكره اللي احنا اول حاجه نعمل حاجه تجذب انتباه الطالب، الوان معينه، صور بتساعد الطالب على فهم الشرح والمعلومه، زائد طبعا امثله بتعبر عن الشرح بحيث ان الطالب يقدر يذاكر لوحده ويقدر يحصل دروسه بمفرده من غير ما يحتاج اي مدرس. برضو يعني حضرتك بتعمل الحاجات دي مجانا كلها؟ طيب انا يعني حضرتك مثلا قليل جدا، ده التعليم دلوقتي اصبح استثمار وتجاره، واولياء الامور بيشتكوا جدا من يعني ثمن الدروس العالي جدا، فانا مش عارفه بجد اشكرك ازاي. وبرضو انت ايه اللي خلاك تتجه للاتجاه المجاني ده؟ والله بسبب يعني صعوبه المعيشه. فيعني الاسره دلوقتي في اسر كتير جدا ما بيقدرش الاب او الام ما بتقدرش تستمر في تعليم الابناء او الاولاد بسبب ظروف ارتفاع ظروف المعيشه، وفي طبعا كتير من الاباء والامهات بيضطروا للاسف يخرجوا اولادهم من المدارس او من التعليم عشان يشتغل او عشان هو مش قادر على مصاريف التعليم، ودروس الخصوصيه طبعا بقت باسعار دلوقتي مهوله بارقام خرافيه. فطبعا قلنا لازم نواجه الازمه اللي زي دي، يعني ازمه كبيره جدا، واعتقد ما فيش بيت مصري ما فيهوش طالب ثانويه عامه او طالب عموما في مرحله التعليم. فطبعا جت الفكره من هنا اللي احنا عايزين نقلل العبء على الاسره المصريه. ده يعني عايز اقول لحضرتك هدف نبيل جدا، واتمنى يمكن مش عايزه اقول حتى ان كل الناس تحذو حذوك، وده صعب جدا طبعا. انت من الامثله النادره الموجوده في المجتمع المصري للاسف، لان التعليم اصبح استثمار وتجاره، ولكن دي دعوه ورساله لكل المدرسين ان هم يرأفوا بحال الاسره المصريه، لان احنا في ظل ظروف حياه صعبه جدا ومعيشه غاليه جدا. ففعلا زي ما بيقول استاذ احمد ان الدروس اصبح ثمنها صعب جدا يتحمله الاسره، طبعا اسعار خياليه، يعني خاصه ان احنا كمان في ازمه وفي كورونا وفي بطاله عاليه جدا في البلد. فانا اتمنى ان يعني ربنا يوجد من امثالك كتير جدا في المجتمع المصري، وجزاك الله كل خير على اعمالك. انا معايا اتصال تليفوني من استاذ احمد، اتفضل يا استاذ احمد. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صدق يا استاذ احمد اتصل بيا حد في الفقره الاولانيه وفكرته حضرتك، تخيل. لا احمد النجار، انا عارفاك طبعا، وانا بقول انا كلمني حد اسمه احمد وقلت له انت احمد النجار، قال لي لا. ازيك يا استاذ احمد؟ كل سنه وحضرتك طيب، ربنا يبارك فيك يا رب. والساده الضيوف، وبحيي حضرتك على استاذه منال طبعا، واستاذه منال ما شاء الله عليها، يعني الناس اللي بجد الواحد فخور. يعني كان في متصل قال من العلامات المسجله في اكتوبر في مدينه اكتوبر. رمز من رموز اكتوبر. طبعا طبعا انا سعيد جدا للاستاذ احمد وحضراتكم كلكم طبعا منورين الشاشه ومنورين. احنا سعداء جدا باتصال حضرتك والله يا استاذ احمد. ومعاك استاذه منال لو عايز تقول لها حاجه. شرف لينا استاذه منال، ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب يا استاذ احمد. ازي حضرتك منوره الشاشه؟ يا ربنا يخليك، والله انت مثال مشرف للشباب، والله يعني احنا بنفتخر بيك والله يا استاذ احمد في مدينه 6 اكتوبر. ده شرف ليا حضرتك طبعا، ده شرف ليا. ربنا يخليك. النجاح وحضرتك يعني احنا كلنا في ظهرك يعني. ربنا يخليكوا ليا بجد والله يا فندم، والله مش كلام اعلام ولا كلام اي حاجه، حضرتك نموذج، نموذج للمراه المصريه، كلنا بنتفاخر بيك، كلنا في ظهرك. انا والله اذا كان في وصلت لحاجه فبيكوا والله ومساندتكوا ليا والله يا استاذ احمد. يا ربنا ما يحرمني منكم دايما يا رب. وسلامي للساده الضيوف كلهم، وانا عشان ما اعطلكوش بقى، كل سنه وحضرتك طيب يا استاذ احمد، واسعدتنا باتصالك، وما تنساش الطلبات اللي انا طلبتها من حضرتك. شفت ازاي بفكرك اهو. اتمنى لحضرتك المزيد من النجاح. ربنا يبارك فيك يا استاذ احمد، والف شكر على اتصالك. عيد سعيد عليك يا فندم، مع السلامه. الله يسلمك. استاذه منال، حضرتك بجد ليكي اعمال كتير يعني في العمل الخيري في اكتوبر.
وزي ما باركنا لحضرتك وقلنا ان حضرتك تقلدتي منصب امينه المراه بحزب مستقبل وطن بمدينه 6 اكتوبر، واحنا على وشك او على اعتاب ابواب الانتخابات، فاستعداد لجنه المراه او امانه المراه في الحزب هتكون ازاي؟ يعني احنا بفضل ربنا، وطبعا كان في اجتماع مع الاستاذه ماجده امين الاسبوع اللي فات، ودي التوجيهات طبعا ان احنا هندعم القايمه من 1 لـ8. الاستاذ عادل نصر امين عام الحزب رقم 1، الاستاذ عصام هلال امين مساعد على مستوى الجمهوريه، المهندس الشاب طبعا احمد قض اللي بيمثل مدينه 6 اكتوبر وكلنا في ظهره وكلنا معاه، القايمه الوطنيه كليوباترا اللي فيها المهندس احمد الشراني. احنا عملنا خطه، عملنا طبعا احنا كلنا اجتمعنا عملنا خطه مع بعض وعملنا حملات طرق الابواب عشان نعرف الاهالي او اهالي 6 اكتوبر بالناخبين، ونبهنا عليهم ان هم ياخدوا من 1 لـ8. وطبعا حضراتكم قمتوا بالمجهود دوت ورحتوا من بيت لبيت ومن شارع لشارع، وتواصلنا بقى مع اهالينا في محافظه الجيزه كلها من الواحات لحد منشيه القناطر. فاحنا ان شاء الله في ظهر ان شاء الله المرشحين من 1 لـ8، وابن اكتوبر المهندس احمد قض احنا معاه، وان شاء الله هنبارك له الحلقه الجايه بعد الانتخابات، والمهندس احمد الشراني باذن الله، والامين رقم 1 الامين عادل مصر امين عام الحزب، والقائمه بقى كلها من 1 لـ8. وطبعا هي مجهوداتكم كلها اللي انتوا هتقوموا بيها. بالعكس، يعني دايما حضرتك يعني قدوه وقياده تحترم جدا في المدينه، وليكي اعمال كتير مش بس اعمال خيريه واعمال سياسيه واعمال اجتماعيه ومبادرات مهمه جدا في المدينه، جمعتي وبتحاولي تلمي شمل المدينه كلها، وبجد لك كل التقدير والاحترام. استاذ احمد، النهارده عيد ميلاد حضرتك، ولازم نقول لك كل سنه وحضرتك طيب. طيب. ربنا يخليك يا استاذ، وربنا يعيد عليك الايام بالخير يا رب والسعاده، وتكون كورونا مشيت ان شاء الله. اللهم يعني امين يا رب. طبعا انا بشكر العاملين قصد كله بتاع القناه، يعني بشكر استاذ عبد الحميد توفيق يعني صاحب القناه او رئيس مجلس اداره القناه، وبشكر استاذ جمال عبد العظيم مدير البرامج، وبشكر استاذ حمدي احمد مدير الاعداد بالقناه، استاذ نصر الشاهد بشكره جدا مدير الاستوديو، واستاذ محمد الشاهد بشكركم كلكم. انا مش عارفه كل الاسماء، ولكن والله اللي تذكرته انا بحاول اقوله، اسلام عم علي مش عارفه مين تاني، يا ريت لو في حد يفكرني. عم تامر، ومين، ومحمد كيلاني، وعمرو عمر وهنختم ان شاء الله وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يعد عليكم الايام بخير يا رب، ودايما يا رب كده يعني قناه الصحه والجمال تكون في تقدم وازدهار ونجاح باهر باذن الله. بشكر ضيوفي اللي كانوا معايا النهارده، استاذه منال سعيد رئيس مجلس اداره جامعه مستقبلنا حلمنا، وامينه المراه بحزب مستقبل الوطن مدينه 6 اكتوبر، نورتينا النهارده يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك. وبشكر طيب. استاذه نجلاء مغوري عضو هيئه مكتب امانه المشروعات بالجيزه بحزب مستقبل الوطن، نورتيني. شكرا لله. وبشكر استاذ احمد قاسم مدير مشروع 2 كفايه، نورتنا النهارده يا فندم. شكرا لحضرتك يا استاذ، وكل سنه وانتم طيبين، وكل سنه ومصر كلها بخير وسعاده يا رب، وعيد سعيد عليكم، واستنوني بكره معاكم في اليوم المفتوح برضو، وكل سنه وحضراتكم طيبين.